السيدات السادة الأفاضل، إنما قاطعت الجزائر وفي ظرف استثنائي وفي وقت قصير جدير بالإشادة والتنويه وما استعادة دورها الذي تستحقه، وهي الضاربة في التاريخ والممتدة في الجغرافيا والغنية بطاقاتها البشرية قبل طاقاتها الطبيعية. ما استعادتها لدورها إلا دليل قاطع على قدرتها وقدرة أبنائها وبناتها على أن يخرجوا وبلا رجعة من دائرة التخلف والمراتب التي كثيرا ما كنا نتذيلها مع الأسف الشديد، رغم ما حبانا به الله وفضلنا به على كثير من الدول والمجتمعات. فالجزائر الآمنة المستقرة اليوم بفضل جيشها الباسل، والذي لا نفخر فقط بقوته ولكن أيضا بعبقريته ونبوغه ووعيه لكل التحولات التي تحدث في العوالم سواء إقليمية أو القارية أو الدولية. جيش طور إمكانياته المتعددة واهتم بتكوين أفراده بما يتناغم وما يحدث في العالم وبتقنيات العصر وتكنولوجياته. هو جيش أمن النفوس وهيأ لها الأجواء التي تستطيع أن تبدع فيها وتفجر عبقرياتها في العالم اليوم. سلاحه الأول هو العلم والمعرفة ومواكبة التكنولوجيات. وإنني من على هذا المنبر وباسمكم جميعا أقدم أسمى آيات العرفان لكل فرد من أفراد جيشنا وأمننا ولكل منتسب ولكل مخلص غيور على وطنه.